السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أخوان، غدا إن شاء الله الفوز حليف المنتخب العراقي ويحرز البطولة الرابعة الكأس الخليج العربي لكرة القدم. وإذا لا سمح الله ما توفق وفازت عمان، راح تساوي منتخبنا ومنتخب السعودية وقطر بالفوز للمرة الثالثة بالكأس. وهم نقول لهم مبروك، يستاهلون، منتخب شقيق ودولة محترمة ومنتخب يلعب كرة قدم جميلة. فقط عندي معلومة لسعة الملعب والجماهير اللي راح تتجمهر. أولا، البعض يطالب ببناء ملعب كبير ببغداد 100,000 وكذا. أولا، الفيفا حاليا ما يسمح بالوصول إلى رقم 100,000 متفرج لمباريات كرة القدم. هاي نقطة راس السطر أولا. ثانيا، الملاعب الدول مثل الولايات المتحدة، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، فرنسا، هاي الدول المتقدمة صناعيا بإمكانها أن تبني ملعب 100,000 أو 200,000 من باب أولى، يعني نهائي دوري أبطال أوروبا، نهائي أمم أوروبا، نهائي المونديال. هل يعقل؟ أريدكم ترجعون باليوتيوب وبالجوجل وتشوفون إذا نسيتوا سعة ملاعب قطر أكو بيها 100,000 أو حتى 90,000. زين، الجمهور نهائي كأس العالم الأخير الأرجنتين فرنسا، شكد جمهور كان يود الحضور، يعني عنده رغبة بالحضور، بالملايين صح؟ زين، هل تقدر هاي الدول المتقدمة تبني ملعب بسعة مثلا 200,000 300,000 متفرج؟ ليش ما تسويها يعني؟ يعني نهائي دوري أبطال أوروبا، هسا انتهت جائحة كورونا، نهائي دوري أبطال أوروبا، هل تتوقعون اللي هو راح يكون 80,000 متفرج أعتقد سعة الملعب، يعني ما راح حتى يوصل 90,000. هل تعتقدون أن أوروبا مو قادرة تسوي ملعب 500,000 متفرج؟ يعني تقدر، وسيما أنه بفلوس. بس يا أخوان، أولا فيفا ما يقبل، ثاني شغلة إجراءات السلامة، إجراءات السلامة يعني ما ممكن. يعني هسه مثلا ناطحات السحاب، سواء اللي بنيويورك وبعدين هي مشهورة وبعدين صارت بكثير دول العالم، هل ممكن أنه ناطحات السحاب يزيدون بعد ارتفاعها؟ يعني هي مو مسألة أنه يعني خب سويها بعد ضعف، ما هو ما يصير، يعني إجراء سلامة ما يصير. الملعب إذا كان أكبر فراح يكون من حيث ارتفاع المدرجات عن الأرض، راح يكون ثقل المدرجات والأرض، راح يعني أنت إذا تريد تبني مثلا 200,000 150,000، يا أما تسوي يعني تسوية أو سرداب أو بيسمنت يعني مدرجات تحت الأرض وبعدين فوق الأرض، موجودة هيك وملاعب بس ما يصير عمق كبير وبعدين فوق، فراح تكون الشغلة إنشائيا ومن حيث السلامة سيئة، أي حادث فوق يكون مهلك، أي حادث جوا. فلهذا الدول ما ممكن تسوي ملعب سعة كبيرة أكبر من هال 80 85، إذا كلش 90 إذا يكتر روحها. زين، يعني 100 روح جوا ال 100، هسه الفيفا أصلا ما يقبل. يعني هاي وحدة. الشغلة الثانية من حيث جودة المشاهدة، أنا إذا أسوي لك ملعب 100 أو 150، المدرجات اللي فوق آخر شيء، يعني آخر مدرج، وخصوصا إذا بالزاوية أو خلف المرمى، شقد يشوف اللاعب، إيش زغرة هذا وشلون يشوف، يطلع إذا يشوفها بالتلفزيون أحسن، فيكون انتباه المتفرجين للشاشات مو للملعب، فلهذا يطلع أنه ممكن يشوفها بشاشة خارجية أفضل. تمام، فأيضا من حيث الجودة أنه راح تقل الجودة. فلهذا يا أخواني، ما ممكن بهاي الأمور. جودة الرؤية بالنسبة ذا كبر حجم الملعب، الباقي المدرجات العليا أو الزوايا أو خلف المرمين راح تكون سيئة جدا وشبه معدومة. زادا مثل ما قلنا، إجراءات السلامة بالملعب، إجراءات سلامة من حيث الجماهير، تواجدها، دخولها، صحيا، التنفس، كذا، الإضاءة، كلها راح تكون متأثرة ذا الملعب يكبر. زائدا مثل ما قلنا أنه الفيفا ما يقبل. زين، طبعا الفيفا ما يقبل لهاي الأمور اللي قلتها. كذلك بعد شغلة الطرق المؤدية إلى الملعب والخروج، خروج ودخول جماهير، إذا زاد عن الحد ضعف أو حتى مرة بعد، نص مرة بعد، راح يكون ضغط على الشوارع وعلى الكذا. فطبعا ما ممكن الملعب يسوون مساحة مثلا
محيط قطر مربع أو دائرة أنه كيلومتر أو أكثر فارغة، لازم يعني المدن صعب أنه تخلي الملعب مكان فارغ، وأما ذا شوارع فراح تكون ازدحام بها وما تستوعبه كذا. فلهذا دول العالم الملعب محبذ 80 ألف متفرج، 86 85 كذا، هاي الملاعب. موضوعنا ملعب البصرة الدولي هو فوق 60 ألف، كلش زايد يعني بهاي المرحلة، زايد من حيث من شوارع البصرة، الأمن، السلامة، الكذا، أشوفه مناسب. الشعب العراقي يقال 40 مليون، أنا أعتقد أقل. إذا الشعب العراقي 40 أو حتى 30 مليون، نسبة الشباب نسبة كثيرة، حاليا النساء جاي تذهب للملعب مع الرجال. أكو زوار عرب، لو فرضنا ربع الشعب العراقي، روح مو ربعه، خمسة، قول 5 ملايين يرغبون بالحضور للمباراة، هل ممكن نقدر نسوي 5 ملايين ملعب 5 ملايين متفرج؟ إذا تقول لي لا مو 5 سوي 100، زين ليش 100 ذولا نسوي لهم؟ مش معنى باقي العالم اللي تريد ما نخليها؟ مو انت إذا تقول أريد أكثر من هذول 80 الطحق، فأنا لا، أنا ما أطي فوق 80، أطي 5 ملايين اللي قلت لك متوقع، ولا هو أكثر يحضرون، عرفت شلون؟ فقصدي أنه ما إحنا مضطرين أنه جزء 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 يسير من الشعب أو زوار الشعب من خارج العراق هم فقط يحضرون المباراة. هاي حتى بأمريكا، كأس العالم الجاية بأمريكا وكندا والمكسيك، أغلب المباراة راح تكون بأمريكا طبعا، الختام كذلك بأمريكا. بأمريكا لما تصير المباراة الختامية الملعب راح يكون أقل من 90 ألف متفرج، 80 وكسور، تمام؟ سعة الملعب 80 وكسور، سعة الملعب النهائية كأس العالم الجاية. الشعب الأمريكي صح مو كله يحب القدم، بس بنسبة يعني بالملايين كرة القدم، وزوار أمريكا كلها وكندا والمكسيك الشغف وأمريكا يعني حدث ولا حرج، ملايين من البشر راح ترغب بالحضور إلى نهائي كأس العالم الجاي. زين بشرفك هل أمريكا تسوي ملعب يسع بالملايين؟ إذا مضطر العالم يشوفها بالشاشات. فأتمنى الدعوات لبناء ملعب 100 ألف يبطلون السالفة، لأن لا الفيفا تسمح، ولا من حيث الإنشاء، ولا من حيث السلامة، ولا من حيث الإمكانية، أنه 100 ألف خلوها 80 بالبصرة، وممكن يسوون واحد ببغداد، بس بعدين كملوا الملاعب المتلكئة وبعدين فكروا. بغداد بيها حاليا 3 ملاعب مواصفات دولية، ملعب الشعب وملعب المدينة وملعب الزوراء أيضا مواصفات دولية، ممكن يلعب به منتخب الشباب، المنتخب الأولمبي، حتى المنتخب العراقي إذا مباراة بسيطة. وممكن يتطورون ملعب الأندية، ملعب القوى الجوية، ممكن بناء ملعب دولي صغير، ممكن الطلبة، ممكن يعني هاي ممكن، بعدين فكروا بالتاجيات. لكن الوزارة لازم كذلك عملها يكمل ملعب ذيقار، ملعب السنبلة بالديوانية، ملعب بابل متروك، ملعب الموصل لازم يكمل، ملعب الرمادي يكمل، بعدين يفكر يسوي ملعب بالسماوة، ملعب بديالة، هذا المفروض حتى يصير العراق كله ملعب دولية، 80 60 30 كذا. بعدين فكر ببغداد تسوي 80 قاعة، ترينا بغداد السلة والطارة واليد محتاجين قاعة دولية حديثة تستضيف بطولات مثل القدم. لا ظلت كم واحد ما يدري كوعة من بوعة على قولتهم يدور الملعب 80 وكذا. تحياتي لكم، متمنى الجمهور يفهم هاي السوالف، ما ممكن ملعب يستوعب كل محب لكرة القدم بالعراق. تحياتي لكم والفوز إن شاء الله للعراق.